محمدًا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا أبا القاسم يا رسول الله. الحمد لله الذي نصر عبده. الحمد لله الذي أعز جنده. الحمد لله الذي هزم الأحزاب وحده. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. انفروا في سبيل الله. أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. هذا وعد الله. والله 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 نقولها ثلاثة: أن النصر حليفنا، أن النصر حليف الأمة. هذا المنبر هو منبر فلسطين، هو منبر الأخوة. هذا هو المنبر، منبر الاتحاد، منبر العدل والمساواة. هذه المعركة البطولية التي يسطرها أهلك في غزة. هذه معركة التحرير. هذا اليوم هو يوم الملحمة. هذا اليوم هو يوم النصر. نقول وبكل ثقة: اليوم يوم النصر، لأننا ما نراه اليوم من شجاعة، من استبسال على أرض غزة، على أرض الرباط، إنما هي بشائر النصر. نحن اليوم في اليوم 27 لطوفان الأقصى. هذا اليوم هو يوم وعد بالفور، وعد بالفور المشؤوم. فقد جاءوا إلى فلسطين بوعد بالفور المشؤوم، وسيغادر هذه الأرض بوعد الله. نحن اليوم نقف أمام هذه اللوحة الجميلة، هذه المليونيات من الشعب الباكستاني العظيم الذي يسطر كل يوم ملحمة، يوجه رسالة لأهله، لشعبه، لإخوانه على أرض غزة. أنتم لستم وحدكم. نحن اليوم هنا على أرض باكستان، على أرض كراتشي، ننقل لكم رسالة المحبة، رسالة المقاومة من أرض فلسطين. فلسطين التي
أوقفها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للأمة جمعاء. كلا وألف كلا، فلسطين هذه الأرض لا تقبل القسمة على اثنين، هذه الأرض هي أرض إسلامية، فليعود الغزاة من حيث أتوا. نقولها ونحن اليوم نسطر معركة التحرير. هذه المعركة هي بداية التحرير، التحرير لأرض فلسطين من البحر إلى النهر. لا مقام لكم في هذه الأرض. لذلك لا تعتبروا أن غزة وحيدها، لا تعتبروا أن غزة وحيدة، فغزة اليوم بفعلها بمقاومتها تؤثر على مدار الكرة الأرضية. هذا هو الإسلام، هذا هو الطوفان، فالإسلام قادم، فالإسلام قادم، والنصر حليف الأمة. هذا النصر الذي تحقق على أرض غزة أمام هذا العدو الظالم هو نصر للأمة، هو نصر للأمة. هذه الأمة التي يراد لها أن تنطفئ شعلة الجهاد، أن تنطفئ شعلة المقاومة، لكن بفضل الله، بفضل الله أولاً وأخيراً، هي اليوم ترسم معالم المستقبل، ترسم معالم الشرق الأوسط. الله 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 يا أهلنا في غزة، الله الله يا شعب فلسطين، يا رب يا رب أرنا في اليهود يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أسودا. هذه المعركة لها ما بعدها، هذه المعركة لها ما بعدها. نحن اليوم نقف ومن هذا المنبر بكل ثقة أننا اليوم في اليوم 27، وبفضل الله ثم بجهود الأمة ثم بجهود أهلنا في باكستان، نسطر أروع ملامح البطولة والعطاء. لا زلنا إلى هذه اللحظة نطمئنكم أننا لا زلنا نسيطر على الميدان، فالميدان لنا. الله أكبر. نارة التكبير، نارة التكبير، لبيك 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 لبيك.
لبيك لبيك. فلسطين زندہ آباد، فلسطين فلسطين، اسرائيل تے ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أحبتنا الكرام، في هذا الميدان العظيم نقولها وكلنا ثقة بالله، نحن اليوم نسطر هذا النصر. هذا يفرض علينا مسؤولية عظيمة. نحن اليوم مطالبون بأن نقوم بدورنا. غزة قدمت واجبها، غزة قدمت واجبها، ولا زالت تقدم نيابة عن الأمة، نيابة عن الأمة. واجبنا نحن هنا في أرض باكستان، نحن في الخارج، دورنا أن نكون ناصرين لأهلنا في فلسطين. وإن استنصروكم فعليكم النصر، واجب النصرة فرض عين على كل مسلم في بقاع الأرض. هذه المعركة هي معركة الأمة، هي معركة الأحزاب. والله نعيش لحظات الأحزاب التي بلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنونا. لكن أتاهم نصرنا فنجي من نشاء. اصنع لنفسك مكانا في مشروع التحرير. هذا شرف الأمة، هذا ميدان الشرف، فاصنع لنفسك موطئ قدم لننتصر لله، لننتصر للحرائر، لننتصر للدماء. غزة اليوم تباد على أيدي العدو الصهيوني، ظناً منه أننا سنرفع الراية البيضاء. قلنا ونقولها ونكررها، وليسمع القاصي والداني، لن نبيع فلسطين بعرض من الدنيا، لن نعترف بإسرائيل لأنها ملك للأمة الإسلامية. نحن اليوم أمام معادلة جديدة تتطلب أدوات جديدة، تتطلب مواقف رسمية، تتطلب مواقف شعبية. نشكر أهلنا وكل من ناصر قضيته. هذه قضيتكم، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المقام هو مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله
لئن تهزم هذه العصبة لن تعبد في الأرض. ونقول والله لو تهزم غزة لا يتجرأن العدو على كل الأمة الإسلامية. أنقذوا غزة، أنقذوا شرف الأمة. هذا نداء، هذا نداء من أهلكم، من مجاهدينا، من أرض المعركة. نحن جئنا هنا لنقول أن النصر، أن النصر صبر ساعة، وأن الحمد لله هذه الحاضنة الشعبية التي تضحي، التي تضحي بأبنائها، لا مقام للعدو أمامها. إن الأم، إن الأب الذي يضحي بأبنائه، إن العدو لا مقام له. هذه حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. رسالتنا نقولها: إما الموت أو النصر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. شكرا أهلنا في باكستان، شكرا جمعية علماء الباكستان، شكرا قائدنا الفذ مولانا فضل الرحمن، شكرا قيادة جماعة علماء باكستان، شكرا أهلنا الحضور، شكرا شعبنا الباكستاني، شكرا جماعات وفرادا، حكومة وشعبا. هذه رسالتنا: إن موعدكم النصر، أليس النصر بقريب؟ بلى، ثقة بالله. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نحن اعتمدنا على الله، نحن لم نعتمد على أنفسنا، لم نعتمد على أحد سوى الله. وما النصر إلا من عند الله. لا تسألوا كيف يأتي النصر، فالله أرحم بعباده من الأم بولدها. هذه الدماء، هذه الأشلاء التي تسيل على أرض غزة، إنما هي تمنه التمكين والنصر. لا مقام لكم على أرض فلسطين، ارحلوا من حيث أتيتم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نريد جهدا شعبيا لإدخال المساعدات إلى أهلنا، فهذا حق كفلته قوانين الحروب. لذلك العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، لا يفهم إلا لغة الحراب. هذا العدو قوموا وقولوا كلمة الحق في وجه سلطان ظالم. نحن اليوم سيسجل التاريخ،
سيسجل التاريخ مواقف مشرفة، مواقف مشرفة لقيادات هذا العالم الإسلامي. فالتاريخ لن يرحم، فالتاريخ لن يرحم من تخاذل، من تقاعس عن خدمة ونصرة الإسلام ونصرة غزة. هذا هو الميدان، هذا هو الميدان. أرى الله منكم خيرا، كل منكم باسمه ولقبه أمام الله عز وجل سيسأل ماذا قدمنا لفلسطين، ماذا قدمنا للمسجد الأقصى. بوصلتنا المسجد الأقصى. نحن بدأنا هذه المعركة ونحن أعددنا أنفسنا حماية لدين الله، حماية لعقيدة الأمة، حماية للمسجد الأقصى. يا أمة محمد، الله 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 فيكم يا أمة محمد. هذه صرخة، يا أيها الملك، يا أيها الملك، يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان نكث، جاءت إليكم ظلامة تسعى من البيت المقدس. كل المساجد طهرت، وانا على شرفي أجنس، وانا على شرفي أدنس. الى متى، الى متى؟ هذه إجابة. بارك الله فيكم، شكرا مرة اخرى، جزاكم الله عنا كل خير. اهلكم في فلسطين، اهلكم في غزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك يا إخوتنا، لبيك.